بتكلم من شرم الشيخ المهرجان العالمي للأقزام. طبعا معنا الأستاذة رندا نائب رئيس جمعية النجوم الخيرية. حضرتك كلمينا ازاي جهزتوا للمهرجان العالمي بالحجم اللي احنا شايفينه النهاردة ده؟ والله الفكرة بقالها سنة احنا بنشتغل عليها، بس زي ما حضرتك شايف النهاردة هي الانطلاقة. الموضوع كله اللي احنا حبينا ان الأقزام يظهروا بشكل مميز وبشكل ايجابي، وان الناس كلها تعرف ان الناس دي تقدر تعمل حاجات كويسة كتير جدا، وان هم فعلا اكتف في المجتمع. ده اللي فكرت في الجمعية، اللي احنا نفكر خارج الصندوق. فاحنا عندنا في لائحة الجمعية اهتمامنا بذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم الأقزام، فقررنا ان الموضوع يتم بشكل عالمي هنا في شرم الشيخ. عاملين حاجات كتير جدا في قلب المهرجان، يعني البرنامج بيبتدي من دلوقتي. عندنا ماراثون زي ما حضرتك شايف كده، هنبتدي من هنا، وبعدين عندنا حفلة تتشين بقى من قلب شرم الشيخ عشان نتكلم بكل لغات العالم ونقول اللي احنا قادرين نعمل شيء ايجابي، وان احنا بلد امن وامان، ودي السياحة ودي مصر، ودول شباب مصر اللي الرئيس ادالهم سنة 2018 او هبالهم او اهدالهم 2018 انه هو يكون عام ذوي القدرات الخاصة. طيب حضرتك تقول لنا الاقزام بتوع مصر بصفة خاصة عايزين يقولوا ايه للاقزام بتوع العالم؟ اولا هم حابين يوصلوا رسالة هنا الاول ان هم موجودين، وان هم يعني كلهم ابطال ما شاء الله. حضرتك لو اتكلمت معاهم كل الفئات من ابطال رياضيين لفنانين لشعراء لادباء، كل المجالات، هم حابين يقولوا للناس من البدايه من هنا من مصر ان هم قادرين، ويوصلوا صوتهم للعالم. اقزام مصر ما يقولوش حاجه عن اقزام العالم كله، هم قادرين زي ما بره موجودين وقادرين يعملوا كل حاجه. احنا بنحب برضو ان احنا نوصل الكلام ونوصل صوتهم ليهم ونوصل طلباتهم. هم ايجابيين ليهم، يعني عايزين طلبات وليهم حاجات وحقوق بيمارسوها في البلد، فطلباتهم احنا بنوصل صوتهم للمسؤولين زي ما هيحصل النهارده ان شاء الله في حضور محافظ جنوب سيناء ووزير الشباب والرياضه، وان شاء الله باذن الله نقدر نوصل صوتهم يعني على اوسع، وصوتهم كمان يطلع للعالم. طيب حضرتك تقول لنا الكفاءات او الانشطه اللي هم بيمارسوها اللي الجمعيه جمعيه النجوم بتبرزها للعالم، يعني في مهرجان العالمي بشرم الشيخ ايه الانشطه اللي هم بيمارسوها وهيقدموها النهارده في المهرجان؟ والله في من ضمن الفقرات في فقره مواهب، في غنى وشعر واستعراضات وحاجات كتير، يعني مش عايز احرق البرنامج، حاجات كتير جدا جدا هم محضرينها، كل ده النهارده ان شاء الله هتشوفوه ان شاء الله. طيب هو المؤتمر العالمي بيضم مين من يعني الشخصيات؟ والله بص احنا جالنا ناس من المغرب، فريق كرة قدم المغرب، لان احنا عندنا ماتش كرة قدم خماسي من ضمن برضو فعاليات المهرجان. طبعا احنا ما قدرش نجيب دول اكتر من كده لان كان موضوع الانتخابات والظروف اللي بتمر بيها البلد ما ساعدتش بصراحة، فان شاء الله دي الانطلاقة، والسنة الجاية هيكون معنا 5 دول. عايزين كلمة أخيرة للسياحة العالمية، حضرتك من خلال جمعية النجوم الخيرية بالأسكندرية، حضرتك توجه رسالة للسياح العالم. احنا امن، احنا بلد الامن والامان، ادخلوا مصر امنين، احنا بلد امنه تماما زي ما احنا شايفين، كلنا بنتحرك بحريه، ما فيش اي قيود، كل حاجه سهله جدا، عندنا اماكن جميله جدا هنبرزها من ضمن برضو المهرجان في كذا مكان في شرم الشيخ علشان الناس تشوف ان البلد فعلا فيها امن وامان، وباذن الله هيكون مهرجان ناجح باذن الله.